اليوم كما راكم تشوفوا اشرفنا على اعطاء شرط انطلاق لشاحنات اللي فيهم يعني الطرود الغذائيه اليوم كمرحله اولى، وهي اللي فيها اكثر 37,000 طرد اللي كل بلديات استفادت منه، وكان عندنا 3 مخازن وكل طرد في حوالي 18 نوع من التغذيه من المواد الغذائيه وحوالي 6000 دينار جزائري، ولكن المحسنين عددهم 70 محسن هما اللي جابوا لنا هذه الاعانات.